حسيت ده صورك مو كوكو. اوكي كوكو هلا يا احلى عائله، شلونكم حبايبي؟ اتمنى الكل يكون بخير. طبعا اليوم حبيت اشارككم يومياتي واتمنى الفيديو يعجبكم. بنفس الوقت اليوم راح نسوي روتين تحفيزي، بس الشيء جديد وكلنا نحتاجه، فاتمنى الفيديو يعجبكم. بنفس الوقت راح نسوي فتح حلا يجنن وكلش سهل وكلش سريع، ما دخل المقدمه طويله. يلا تعالوا خلونا نبدا. ابو الياس وجايب الغنايم وياه، هاي العشق ميتة عليها كلش مشتهيتها، الشاورما السورية طبعا. هذا الحمص بطحينة، انا كلش احب الاكل السوري، لان مثل ما تعرفون عايشة فترة طويلة بسوريا فاعشق الاكل السوري. هاي الصوص مالتهم صوص الثوم اللي يجنن. هاي سلطة برغل، لا هذا برغل اللي طبعا ابو الياس نباتي مثل ما تعرفون، فجايب برغل وشوية فلافل، وهذا فريت اللولو. بس لولو راح اوكله وياي الشاورما. طبعا هذا المطعم بهاصلت، اسمه مطعم شام صح؟ ايه طبعا ان شاء الله في يوم من هناك نصور لهم ايه المطعم. ان شاء الله في يوم نروح ونصور لكم فيديو هناك، يعني انا اكلهم ما اكلته قبل صراحه، وانا اصلا كنت ناسيه المطعم يعني، بس ابو الياس شافه بالخريطه وراح له. بس الاكل مالتهم صدق طيب، شوف الشاورما اللي تخبل قد كنت مشتهيتها، يعني هي الصوره تحكي، ماكو داعي يعني احكي، راح اكل وارجع لكم ورا شويه. هو هيك تدرسوها صوص وتاكلون، طبعا طعمها كلش طيب، عاشتيدهم بصراحه جايبين الطعم مضبوط. واهم شيء شوفوا الخبزه شلون هيك مقسبيها تخبل، على قولت السوريين يقولون على الخبزه هيك المقسبه واللي بيها هوايه صوص يصير لها مسأسئه، يعني فعلا مسأسئه صدق تجنن. بس انا استحي اكل قدامكم. احنا تعشينا واشتهينا حلا، فانا فكرت بحلا كلش سريع صدقا، يصير بعشر دقائق وتقدرون تاكلوه فورا. هو حلا ديسباسيتو الكنافه، راح اذوقه وياكم. طبعا ريحته تجنن، وراح ااكد عليكم ببدايه المقطع تقدرون تستبدلون زبده اللوتس بالنوتيلا. خلي اشوف لكم اياها من قريب، هسه خلينا نذوق. حرفيا تجنن، انصحكم تسووها كلش كلش طيبه، وتقدرون يعني تقدرون تتحكمون بحالاتها. انا خليت حالاتها مو كلش حلوه لان احنا هيك نحبها. بما انه ابو الياس خلف الكاميرا ذوقها انت حتى تنطيهم رايك همين. كلش طيبه، ما ادري ايش قد راح تاخذين منها وايش قد راح تنطيني لي. نص لك نص لي، اذا ربع لك احسن. لا والله صدق معناها حبها ابو الياس، كلش حبيتها فعلا يعني، كلش طيبه هي وكلش سهله وكلش سريعه. اخذي ربع وسوي لك واحده جديده بشرفك، سوي واحده جديده لك تدلع. يلا خلينا انا اريدها كلها. ماشي بالالف عافيه، وهسه خلونا نروح نشوف طريقتها. ماشي يلا شكرا، باي باي. اتمنى لك السعاده دائمه، ما طول سويتي لي الحلويات. يلا خلينا نروح اسوي اشكرك. احنا شجعناهم وايهم هذا الي، وراح اسوي واحده جديده. ماشي وراح اسوي واحده جديده. اول شيء انا هنا عندي عجين كنافه ثارمتها ناعم بهذه الطريقه، انا ثرمتها بالسكين، تقدرون هم تثرموها بمحضره الطعام اذا تريدون اسرع. هنا عندي زبده مذوبه راح اخليها على الكنافه بهذه الطريقه، واحركها حتى اخلي الكنافه كلها تتلابس ويا الزبده. بعد ما الكنافه عندي صارت بهذا الشكل وحتى لونها تقريبا صار شويه اصفر، طبعا اذا تريدون تخلون سمن حيواني او نباتي هم عادي يصير بدال الزبده حسب شنو متوفر عندكم بالبيت. وهسه خلونا نروح على المرحله اللي بعدها. بطاوه على النار راح اخلي زبده انتظرها تذوب، بعدها نشوف شنو الخطوة اللي بعدها. بعد ما ذابت عندي الزبدة راح ابدي انزل عليها الكنافة، طبعا تكون درجة حرارة النار على الوسط، وممكن تنزلوها اذا حسيتوا الكنافة بدت تستوي بسرعة، لان احنا نريدها كلها تستوي بنفس الوقت ويكون لونها واحد اللي هو اللون الاشقر. طبعا انا راح استمر بحمسها الى ان تشقر كل الكنافة عندي. طبعا الكنافه عندنا لما توصل لهذه المرحله خلاص نشيلها. بعد ما ارفع عجين الكنافه عندي بالنار راح اضيف عليها زبده اللوتس، اذا زبده اللوتس ما متوفره عندكم تقدرون تستبدلوها بالنوتيلا تنطيكم نفس النكهه. باي خطوه راح استعمل زبده اللوتس
استبدلوها بالنوتيلا. راح اخلي تقريبا 4 ملاعق من هذه الملعقه مال الشاي او ملعقتين اكل. هسه راح اخلطها. طبعا اني ويا الكنافه ما خليت اي سكر، يعني راح ناخذ الحلا بهذه الطريقه من زبده اللوتس. هسه نجي لاخر خطوه بالحلو مالتنا اليوم. طبعا المقادير اللي نحتاجها نص ظرف من كريم الشانتيه، 250 غرام من القشطه، وتقريبا فد 5 ملاعق اكل من زبدة اللوتس، وحليب ربع كوب او اقل حسب ما نشوف قوام الكريمة. راح انزل القشطة حتى اخلطها. راح اضيف عليها نصف الظرف من كريم الشانتية. راح اخلي عليها شويونة حليب واخلطها. بعدها راح اضيف زبدة اللوتس وراح استمر باضافة الحليب تدريجيا الى ان اوصل الى قوام الكريمة اللي احتاجه للوصفة مالتنا. هسه القوام عندنا صار تمام، اريده بهذه الطريقة. يلا نروح للخطوة اللي بعدها. هسه راح نبدي بطبق بايركس او اي طبق عندكم. راح اخلي الكنافه كطبقه اولى، وبعدها انا حطيت الكريمه مالتنا بكيس حلواني ووزعتها بهاي الطريقه. طبعا هذا الحلا حتى يفيد بالمناسبات واعياد الميلاد، تقدرون تقدموه بكاسات صغار حتى كل شخص ياخذ الكاسه مالته. صراحه اريد افكر به، حتى من واحد عنده عزيمه اسهل من ما تقدموا بايركس كبير، بس احنا اليوم ما عندنا عزيمه، يعني بس اشتهينا حلا ورا العشاء. طبعا راح استمر اخلي الطبقات الى ان تكمل كلها. اكيد الشكل النهائي هذا حسب يرجع لكم، تقدرون تقدموها بس بهذا الشكل. ضروري تخلوها 10 دقائق بالثلاجة قبل التقديم، او اذا ما مستعجلين عليها خلوها ليلة كاملة، بس هي 10 دقائق جدا كافية عليها. انا هنا أنا اخر طبقة وزعت الكريمة وراح اخلي عليها زبدة اللوتس، اخطط بهذه الطريقة وبعدين اسويها بعود الاسنان. هي حتى حلوة اذا عندكم بسكويت اللوتس تخلون، بصراحة انا صدفة مخلصة يعني، لانه ما ببالي اسوي الحلا. على العموم اتمنى تجربوها، واذا جربتوها اكيد لا تنسون تدزولي الصور وين على الانستغرام حتى اشاركها بالستوري، اشارك كل تطبيقاتكم. طبعا انتو دائما تقولوا لي ساره لما نشوفك تغسلين المواعين او تنظفين البيت كلش نتحفز ونقوم نسوي الشغل اللي علينا، فلذلك انا هالمره فكرت بروتين اليوم تحديدا اسوي فشي، واتمنى هم كلكم تتحفزون وتقومون وياي تعتنون ببشرتكم. بشرتنا لها حق علينا، واذا نظل نهملها نهملها بالتالي مع تقدم العمر راح نشوف تجاعيد، راح نشوف هواية شغلات ما نحب تظهر ببشرتنا. روتيننا التحفيزي اليوم حلو وبسيط وسريع. طبعا راح نسوي ماسك للبشرة، وراح نسوي عنايتي المسائية اللي اسويها كل يوم قبل ما انام. طبعا اول شيء انا بس حاطة صراحة شوية خافي عيوب ومسكارا وحمرة، راح امسحهم حتى نبدي بالروتين. طبعا انا الشيء اللي امسح بيه المكياج هو هذا من جارني، كلش احب اضعه، واضح انه انا احبه لان هو خلصان. بس راح امسح كل بقايا المكياج واغسل بشرتي بالغسول مالتي حتى نطبق الماسك. اللي ما عندهم حبوب بهذه المرحلة سووا تقشير للبشرة. طبعا التقشير يكون مرة بالاسبوع، وحتى الماسك يكون مرة بالاسبوع، بس انا مثل ما تشوفون عندي حبوب ناعمة ببشرتي، فلذلك اللي عندهم حبوب لازم يبتعدون عن التقشير. ليش؟ لان هذه الحباية اذا قشرناها وطلعت المادة اللي بداخلها، فبالتالي الالتهاب راح ينشر وراح تطلع بهواية اماكن، وبنفس الوقت مع مرور الوقت راح يصير لونها جوزي وراح يبقى اثرها. بس اذا خليتوا الحبايه تنشف وتتقشر من حالها راح يكون لونها وردي وبعدين تختفي. انا متاكده كل بنوته او كل ربه من بيت تشوفني هسه عندها من هاي الماسكات الجاهزه وحاطتها برقم بالغرفه وهاملتها، فلذلك اليوم راح نستعمل هذا الماسك الجاهز. طبعا هذا الماسك انه يخلي البشره كلش فريش، وبنفس الوقت هو يزيل اللحم الميت ويزيل الرؤوس السوداء، فاني هذا راح استعمله بس هذا الماسك. ما عندك من هاي الماسكات وتريدين تحفزتي وحبيتي تسوين وياي روتين البشره، هذه كلها وصفات طبيعيه وماسكات طبيعيه انا مسويتها من مواد متوفره بكل بيت. بس اول شيء راح افتح الماسك واوزعه على بشرتي. طبعا
طبعا انا راح اوزع الماسك بهذه اللي تكون سيليكون، هي خاصة للماسكات. دقيقة نسيت شعري. طبعا ريحته تجنن. طبعا حسب المعلومات الموجودة على الماسك لازم انتظر 20 دقيقة، فأنا متابعة مسلسل ضربة زاوية وهسه بدأ، فحروح أنا أتابعها وأكمل 20 دقيقة أرجع لكم. شنو ماما ايش صاير بوجهها؟ طبعا من طلعت من الحمام قال لي أريد أغسل، فأني عبالي يريد يغسل إيده أو وجهه، فأخذته يقول لي لا هاي يعني غسلي وجهك. ايش بي وجه ماما؟ شنو صار بماما؟ اوي بشرتي قامت تحرقني، وجهي صار ازرق الحنية يبو، وجهك شعره صار كله ماس. طبعا الياس من النوع كلش يخاف عليه، مرات امثل عليه اقوم ابكي، فكلش يخاف اقول له الابو قوم وما اعرف شنو، فهو سعيد انصدم اول مره صراحه يشوفني مسويه ماسك. انا بالعاده اغلب الماسكات اسويها لمن هو نايم. خلنا اروح اغسل شعره. تعال نغسل شعرك. اوكي انا رجعت لكم بعد 20 دقيقة، طبعا راح نشيل الماسك، هاي اكثر لحظة انا احبها. ايش فعلا احس صدق بيجي على بالك كل البشرة، كل اللحم الميت، المسام، ما اعرف شنو، كلها تنشال. انا اكيد البقايا راح اغسلها بالماء. هذا المكان اهم شيء لان دائما تصير رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء هميا. منو مثلي تحب هاي اللحظة بالماسك لما تجي تشيله؟ أنا كلش أحب الماسكات اللي تصير قناع بالأخير وتنشال، كلش أحبها إن شاء الله، أحس فالشعور يجنن. راح أشيل الماسك كله وأرجع لكم. طبعا هاي بعد ما غسلت وجهي من الماسك، هسا راح نبدي بروتين العناية اللي أسويه كل يوم قبل ما أنام. أول شيء أسويه أني أغسل بشرتي، أمسح المكياج وأغسل بشرتي، بعدين أستعمل التونر. طبعا التونر جدا ضروري وجدا مهم للبشرة، ضروري كل يوم تستعملوه بعد ما تغسلون البشرة، لأن ينظف البشرة بشكل عميق وما يبقى بيها أي رواسب ولا أي شوائب. طبعا البشرة حمراء شي طبيعي لأن كنا مستخدمين ماسك. هسا راح استعمل المرطب الخاص بالبشرة، بس انتظر شوية التونر تمتص البشرة. بعدها راح استعمل مالتي المرطب، انا استعمل هذا من فيروشيه كلش احبه لانه مصنوع من مواد طبيعيه 100%. راح ارطب البشره بهذا الشكل. وانتظر فد 5 دقائق وارجع لكم. بعد 5 دقائق اخر منتج راح استعمله هو سيروم فيتامين سي، اي سيروم تاخذون مو ضروري نفس الماركة، حتى المرطب نفس الشيء. راح اخليه على ايدي لانه هذه غلط تحطوها على البشرة، لان اذا خليتوها على البشرة ورجعتوها راح تنقلون البكتيريا للسيروم. هسه راح اجي اوزعه على البشرة. طبعا الفيتامين سي جدا ضروري على البشرة ونتائجه تجنن، حتى يساعد بازالة وقع البشرة والتصبغات. بعدها هاي الشغلة اختيارية مو ضرورية، راح استعمل هذه حتى اوزع حتى اوزع للفيتامين سي، وبنفس الوقت اسوي مساج للبشرة. وبس هذا عنايتي اليومية للبشرة، جدا ضرورية، أتمنى تستمرون عليها حتى تكون بشرتكم صحية. ما لكم علاقة بهاي الحبوب، أكيد البنات يعرفون أنه دائما هذه الحبوب هي حبوب هرمونية تطلع بالبشرة، يعني مو من البشرة. فاللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، وأتمنى فيديو اليوم عجبكم، أحبكم كلش كلش هواية، تصبحون على ألف خير بتوقيتي، مع ألف سلامة، باي باي.